حددت لك الاولويات. دابا بغيت نسولكم، واش كخصنا اصلاحات سياسيه اللي بها غادي يمكننا نفرضوا اداء الضريبه للجميع، استرجاع المال من المنهوب، اختيار الاولويات اللي غتعطي التشغيل عوض الزياده، حكومه صحيحه اللي غادي يمكن لها تواجه المغرب وتواجه مراكز القرار. هذا عمل سياسي. واش خصنا نبداو بالعمل السياسي باش نصحوا الوضع الاجتماعي عن طريق تنميه الاقتصاد، او لا نبقاو في المطالب الاجتماعيه ونخلقوا المطالب الاجتماعيه ونساو المغاربه ونسيو المغاربه في الاصلاحات السياسيه منهم الفصل 19 ربما الاستاذ زيان. الاصلاحات السياسيه هو حديد ديال النخبه، الناس عندها كتمارس الميكرو سياسه، الناس باغا الخدمه. ربما كنقسم لك بالله سي يوسف ان هذه الكلمه اول واحد اللي قالها سميتو ادولف هتلر، اول واحد اللي قال بان السياسه عمل نقبوي هو ادولف هتلر. لا انا لم اقل السياسه عمل نقبوي، اول ديكتاتوري في العالم موسوليني قال الشعب انت ما كتفهمش. اذا كنت تشبهني بهتلر هذا شيء اخر. لا لا اسمح لي، انت قلت يا موسوليني هو اللي قال الشعب الايطالي لا كونسيونس دي موسوليني اي لا كونسيونس دي بوبل ايطاليان، ضميري هو ضمير الشعب الايطالي. ملي انت كتحقر المغاربه وكتظن بان لا انا ما حقرتش المغاربه، لا 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 خليك، لا 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 خليك استاذ، لا تقاولني ما لم اقل. انتم شوف الله يخليك، انتم الاعلاميين والصحافه ما عرفتش شنو بغيتوا في البلاد هذه، وما عييتوا ما تحطموا في السياسيين، وملي كنجيو نتحاوروا معكم ما كتبغوش تحاوروا معنا. انا جيتك انا جيتك اليوم استاذ زيان باش نتحاوروا. انا ما يمكنلكش تجي تقول لي بان التعديلات السياسيه في البلاد هو امر يهم النخبه، هذا امر يهم الشعب، لان السياده الوطنيه عند الشعب، المقرر هو الشعب، اللي كيعين الممثلين ديالو هو الشعب، اللي كيعين الحكومه هو الشعب، اللي كيمكن له يقرر هو الشعب. لكن كيفاش كتجي كتقول لي انتم اللعبه الخباويه المغاربه وبقاو في ديوركم، المغاربه ما تمشوش تصوتوا، المغاربه ما تدخلش السياسه، هذا عمل نخباوي. ربما لا تكون شخصي ديالك، غنحاول نركز معايا الجمهور، غادي نحاول صحه فسر ليا، فسر ليا شنو بغيتي تقول. ولكن غادي نحاول نشترك معايا الجمهور في هذا المحور باش نبدا النقاش ونجاوبك. ربما انا ادير هذا النقاش لست طرفا فيه، انا اطرح الاسئله التي يطرحها الشارع. ولكن انت عندك الميكرو يوميا يمكن لك تاثر على الراي العام. انتم احزاب مفترض كتاثروا. لا انا كنقول لك الشارع عطينا غير سيمانه وناثروا. الله يخليك باش نبقاو في هذا، غادي نحاول نشترك معايا الجمهور. احزاب الافكار ما خصهاش تبقى. الله يخليكم، السلطه ديال الافكار خصها ما تبقاش. غادي نحاول نشترك معايا الجمهور في هذا النقاش. ما عرفتش شكون عنده شي سؤال، تفضل الاخ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. محسن بوزيزوي طالب، عندي واحد السؤال كنوجهه للضيوف، هو هل يمكن ربط هذه الاحتجاجات الاخيره في المناطق النائيه بدور النخب المحليه؟ وشكرا. بالنخب المحليه؟ نعم اكيد طبيعي اكيد. نعطيو الاستاذ بالسعدي يجاوبنا على هذا السؤال. هذا يطرح سؤال دور النخب المحليه. هو كيطرح واحد السؤال حول دور النخبه المحليه، ولكن اي نخبه؟ حنا وصلنا، حنا درنا واحد الانتقال في النقاش من مستوى لمستوى، خصنا نبينوا. يعني بدينا في الاول كنناقشوا الحركات الاحتجاجيه ذات المطلب الاجتماعي في قطاعات معينه. نعم. ثم انتقلنا للحديث على الحركات الاحتجاجيه بصفه عامه، ونتساءل الان اشنو هو المدخل؟ واش المدخل الاستجابه للمطلب الاني، ولا الاستجابه للمطلب الكبير اللي هو الاوراس السياسيه يعني الكبرى؟ سؤال مهم جدا، اتفق مع الاستاذ زيان في طرح هذا السؤال، ولكن كيخصنا نستحضروا فيه واحد المساله، واحد الواقع. شنو هو الواقع اللي عندنا؟ وهو ان الفئه الحيه في البلاد اللي هي فئات الشباب، اللي كان الجميع كيتهمها بلا مبالاه ودينا في شعرهم في حوايجهم في كذا في كذا في كذا، بانت على انها كدير السياسه بطريقتها وحاضره. شنو هو المشكل اللي كاين؟ المشكل اللي كاين هو 37% ديال الانتخابات الاخيره، هو هذا الشيء اللي وقع الان في هذا الشيء ديال اللوائح الانتخابيه والنقاشات سميتو. حنا ما باغينش ان الدستور الجديد صوتنا عليه 20% ولا 15% ولا 40% سميتو الى اخره. اذا المساله اللي كاينه واش نبداو بالمطلب الاجتماعي والمطلب السياسي، انا كنعتقد فيهم بجوج، ولكن كاين واحد الجهه الان طالبه. شكون هو لو كومونديتير ديال الحياه السياسيه؟ هما الشباب. بغينا او ما بغينا،
واش مهيكل او ما مهيكل، لان حتى الشباب الاحزاب راه شارك في هذه المسيرات وقعت له مشاكل مع الاحزاب ديالو. بالنسبه اعتقد ان هذه فرصه تاريخيه لاحياء السياسه في هذه البلاد، لان هذا راه مساله ضروريه بالنسبه للديمقراطيه. والجعل هاد الشباب كيديروا السياسه ويمشيوا للاحزاب السياسيه، ولكن اعتقد انه كاين واحد النداء اللي خصنا ان هاد الشباب هادو انهم لهم ما يكفي من الحس السياسي الفطري ومن الذكاء، انهم ما قادرينش يديروا شي حاجه الا ما خداوش عربون. شنو هو العربون؟ رافعين شعارات مثلا هذه المساله ديال الفساد، انا ندير الفساد وهو التقارير ديال المجلس الاعلى للحسابات. وزارة العدل كتقول لك اودي ان التحريك ديال المتابعات في مسائل مصداريه الى لا خلي بلا تخلي اسمعني لا نكمل انا غير ما نطولش في الفكره ديالو. باغيين يعني واحد العربون على انه تم الاستماع اليهم باش يستردوا الثقه في المؤسسات كلها، لان الا بقات الثقه مع المؤسسات يعني ضروره اتخاذ اجراءات من اجل اول اتخاذ اجراءات. ومن جمله الاجراءات ان الدوله خصها تحاور الاعلام، خصو يحاور بمعنى ان هذا الصمت وهذا النقاش العمومي اللي هو قليل راه كيسيء وكيرهن ربما المستقبل ديال المغرب في واحد الظرف تاريخي اللي هو دقيق. ديال المجلس على الحسابات، لان كاين واحد سوء تفاهم عن المواطن المغربي خصنا نوضحوه. المجلس على الحسابات في المجالس الجهويه ما كتراقبش الاختلاس او عدم الاختلاس ديال الاموال العموميه، لا كتراقب هل وقع تصريف هذا المبلغ المالي بطريقه قانونيه او غير قانونيه. نو وخليني نكمل. لا سيل بوبلي راه سي ني با لا ميم شوز. ملي كيجي المجلس وكيقول لك اسيدي هاد الفاكتوره فوتوكوبي ماشي اصل، كنرفض ادائها، اجي اعطيني انذار نجيب لك الفوتوكوبي. هاد الفاتوره ما عندهاش التمبر، ما عندهاش 20 درهم ديال التمبر وثيقه لا يعمل بها. ملي كتقول لك هاد الفاكتوره خلصتها نقدا كان خصك تخلصها بالشيك، ماشي معنى انه الصرف ما بقاش. عموما استاذ زياد لا مازلنا كاين داك الحرب ديالو ماشي الموضوع ديالنا اليوم. لا باش الله يرحمك هذه جزئيه، هذه قضيه مهمه جدا. لا هذه جزئيه ماشي هو الموضوع ديال اليوم، ولكن الناس كيظنوا بان ربما نخصو حلقه اخرى من اجل الحديث على هذا الموضوع. لا استاذ زياد على دي زيريغولاريتي اون ريغولاريتي نو في با دير ان ديتورنمون. فكره واضحه. ننتقل الان الى المحور الثالث من هذا النقاش حول تدبير الاحتجاجات في انتظار الاستفتاء الدستوري. سنناقش هذا المحور بعد متابعة هذا الروبورتاج.